إليف، انت شو عم تعملي هون؟ اشتقت كتير لأمي. نايمة جوا، روحي هلأ بتسمعيك. طيب وينو بابا؟ معنو بالبيت. تعالي معي شوي. لك شو جنيتي؟ يلا تعالي تعالي تعالي، خليني شوف أمي ولو من بعيد. إليف برأيي بلا جنانك هلأ، إذا بابا شافك شو بيساوي فيني؟ حبيبتي بس دقيقة. قلت لك ما بيصير، لا تخليني اندم لأني حكيت معك ولا ناوية تورطيني. وليش نايمة بكير؟ مريضة شي؟ بابا موتها من الضرب والمسكينة تورمت. رجع يضربها؟ بس هالمرة معه حق، الرجال صاير شيخ وهي عم تبهدله قدام الناس. شيخ شو؟ قال ورتان هي المشيخة من جده لجد جدي. ليش ما وصل الخبر على الجامعة؟ جوليا أنت شو عم تحكي؟ هذا اللي صار، عم يكتب حجابات ويقرع المي ويعمل كل شيء، وعم يجي مصاري مثل الرز. والله شيء غريب. السلام عليكم جاري، كيفك؟ الحمد لله. اجا أهلين بابا. خلينا نشوفك. طيب. روحي تخبي فوق. ولك افتحي يا بنت. أهلين وسهلين. أهلين فيكي، وينها أمك؟ شبعت ضرب المسكينة بالفرشة. لأنها بتستاهل، صايرة مجنونة على الآخر، بهدلتني. جهزت الأكل شي؟ لا، رح جهز الأكل فورا. استني أنا رح أقول لأمك. خلص بابا أنا بجهزه. بعدي عني وليك. وليك اتركي إيدي بقى. بابا حرام اتركها نايمة. لك شو نوم بهالساعة، يلا اتركيني ولا تعصبيني. بسم الله الرحمن الرحيم. شو في بابا؟ هي اختك اللي جوا يا بنت. شو عم تخبص؟ شو اختي هلا؟ انت كمان فتلت معها؟ ليش إليف ما ماتت؟ طلعي لشوف. ماشي، انا رح شوف. لا، ما في لا أختي ولا غيرها. شو صاير لك كمان؟ ما في غير أمي نايمة. بعدي لشوف. وليك؟ طيب ليش أنا كل شوي بشوفها؟ أنت عم تضحكي علي شي؟ بابا مو شايف الغرفة فاضية؟ أنا عرفت ليش هيك عم يصير معك. يعني مو أنت صرت شيخ هلأ؟ يكون بعلمك الظاهر إنك بلشت تخاويهم. ها شش، عن جد؟ بتعرف أحسن شي هي المي. روح غسل إيديك ووشك ماشي، وهيك رح تصحصح وهالوساوس بتبعد عنك. يلا ماشي، يلا بسرعة. يلا اطلعي بسرعة لشوف. شكراً كتير جوليا، بس شوي. يلا اركضي لشوف. إليف، يلا يلا. جوليا، جوليا وينك؟ شوفي بابا. طلعي لشوف. طيب ما في حدا، لا إليف ولا غيره. شوف الغرفة فاضية. والله العظيم ما في غير أمي. إيه والله ما في غير أمي. والله يا بابا أنت بلشت تصير من هدوك عن جد، فدير بالك. عن جد؟ دخيل اسمك يا ربي، أنت وحدك قادر على كل شيء يا ربي. كأني بلشت خاوي عن جد.
ما صليتي العشاء لهلا؟ لا امبلا صليت، بس رح اقرا قران على روح خالي لطيفه. بتعرفي ما خطر ببالي؟ يا بنات، اليوم عيد ميلاد إليف. لا طيب ليش ما حكيتي من قبل يا بنتي؟ كنت سويت لها جاتو لحبيبتي. ما عاد نقدر نلحق نساوي، خلونا نشتري قلب جاتو جاهز ونعمل لها مفاجأة. يلا يا صبايا، كل وحدة تحط شوية مصاري. لا استنوا، حطوا المصاري بجيبتكم. ليش بالعادة مين بيجيب الجاتو بأعياد ميلادكم؟ عمو إبراهيم. ايه ماشي، لكن بغيابه على حسابي. سهيلة انتي شبكي؟ يلا تحو مفاجأة. شو هاد اللي عاملينه؟ كل سنة وانتي سالمة يا حبيبتي. يا الله ممكن انتو خجلتوني هيك. هلا لا تقلبي يا غام، يلا طفي الشموع بقى. يلا طفي الشموع، خلينا ناكل جاتو. يلا يا بنتي طفيهم. الله لا يفرقني عن كل اللي بحبهم وبيحبون. آمين حبيبة قلبي. تسلمي لي يا رب. عقبال 100 سنة.